السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يسرى ديليز. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم بغيت نقترح عليكم طاجين ديال القن او لا طاجين ديال الارنب اللي كيجي الصراحه المذاق ديالو زوين بزاف، والطريقه ديال التحضير ديالو سهله بزاف، يعني طريقه تقليديه على الفاخر. المهم بلا ما نطول عليكم، خليكم مع الفيديو، خليكم مع الطريقه ديال التحضير، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال النهار ديال اليوم. فبالنسبه للمقادير، عندي هنايا القن. انا استعملت القن البلدي ماشي الرومي، من الاحسن تستعملوا البلدي، كيكون فيه واحد المذاق خاص بحال المذاق تقريبا ديال الدجاج البلدي. انا فاش جبته نقيته مزيان وغسلته مزيان بالحامض، نقيته مزيان بالحامض وخليته يستقطر، يعني بحال الشكل ديال الدجاج، غير هو كيبغى شويه ديال التنقيه. صافي، وغير خصني هنا البصله، خديت البصله الخضريه اللي قطعتها بحال شكل دبيلجات، يعني على شكل دوائر. عندي هنا المعدنوس، وعندي واحد ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للمقادير، عندي هنا الخرقوم البلدي، ومعلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الابزار، ومعلقه واحد القبيصه ديال الملح تقريبا، وعندي زيت الزيتون اولا زيت نباتي بحال بحال. وهادو هما المقادير، ما ماشي شي حاجه اللي كثيره. المهم انا غادي ناخذ الطاجين ديالي وغادي ندير فيه الزيت. انا استعمل زيت البلديه، يمكن لكم تستعملوا الزيت الروميه بحال بحال، غير البلديه كتجي واحد الطعم خاص. انا هنايا درت واحد تقريبا واحد ربعه ديال المعالق بحال هكاك، المهم عينكم ميزانكم. وغادي نستف النصف ديال الكميه ديال البصله، حيت انا غادي نخضرو بالزبيب. ضفت النصف ديال الكميه ديال البصله، حاولت نسرحها على الطاجين على هاد الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ اللحم ديالي وغادي نستفو فوق البصله بشكل عادي. يعني صراحه البنات انا كيعجبني القن، خلاص المذاق ديالو راه زوين بزاف وفيه منافع حتى هو زوينين. المهم انا كيعجبني بزاف المذاق ديالو، وحتى بهذه الطريقه كيجي زوين، حيت انا طيبته على الفخر طاب على خاطره. وهنايا الكبد، بالنسبه للكبده والقلب والكلاوي ما غاديش نديرهم في الاول حتى يقرب يطيب، وعاد غادي نديرهم حيت دغيا كيطيبوا هما. هنايا غناخذ الخرقوم البلجي، وغناخذ السكنجبير غادي نديرهم على الحيمات ديولي، وغادي نضيف البزار. وغادي نضيف الملحة. صافي، غادي نضيف عليهم الثومة. انا ضفت ثلاثة ديال الطروس ديال الثومة. من بعد غادي نضيف واحد الكمية ديال المعدنوس، على هاد الشكل هذا. صافي، وغادي نردو في الفاخر. انا هنا كنت شعلة على الفاخر باش يشعل. صافي، غادي نسد عليه وغادي نديرو فوق الفاخر واحد المدة تقريبا ديال، انا في الاول غادي نقليه مزيان، ما غاديش نزيدو الماء حتى النص ديال الطيبة ديالو، غادي نقليه مزيان، وهو غادي يطلق واحد شوية ديال الماء ديالو، المهم تقريبا نص ساعة ديال الماء كانا. ومرة مرة غادي نطلع عليه باش نبقى نقلب فيه، المهم تقريبا نص ساعة ديال الماء كانا غير فاش نزيد ليه الماء. صافي، ومن بعد غادي نكمل المراحل الاخرين. هنا البنات من بعد ما دازت نص ساعة ديال الماء كانا كيف ما كتشوفوا، هنا راه مازال شويه ما تحرك فيه الطياب، حيت هو كيف ما هو كيشد شويه ديال الطياب، المهم تقريبا بحال الدجاج البلدي. هنايا كنقلب مره مره، كنشوف ياك ما لصق ولا شي حاجه. انا كنفضل نطيبو على الفخر، نتوما لكم الاختيار، يمكن لكم طيبو فوق البوطه، غير الفخر كيعطيني واحد المذاق واحد اخر.
صافي هاد الاثناء غادي نضيف الكبده ديالي والقلب والكلاوي. الكلاوي واحد الكلاوات صغيرين، ما كنديرش الريه الجزر كي يخلي لي كريه، ولكن انا ما كنديرهاش. صافي غادي نحركهم. من بعد انا خديت واحد الكاس ديال الماء سخون، خويت عليه واحد الكميه ديال الزعفران، وخليته واحد شويه غير يطلق اللون ديالو. هو باش غادي نروي، يعني هاد الكاس هو باش غادي نروي، ما غاديش نزيد مازال الماء، حيت تلق القرن تلق في الاول الماء، وانا زدت هاد الماء فاش يكمل الطياب ديالو. صافي هنايا غادي نحاول نحركو مزيان في هذاك الماء باش يدخل لتحت ديال اللحم. صافي غادي نحاول نحركو غير واحد شويه، والكبده غادي نحاول نحطها في باش تاخذ اللون ديال المرقه. صافي وغادي نسد عليه واحد ساعه الماء كانت تقريبا تيطيب مزيان على خاطرو، ومره مره ضروري نقلبو ليلصق لينا معلقه ديال الطاجين. صافي غادي نخليه واحد ساعه الماء كامله. صافي ومن بعد غادي نكملو باش ندير البصله ونخضرو بالزبيب. صافي هنا من بعد ما دازت ساعه الماء كانت تقريبا كيف ما كتشوفوا راه شد اللون ديالو زوين الصراحه، كيشهي ما شهيتكم. شد اللون ديالو مزيان، ومره مره كنحرك باش يتحمر من جوج ديال الجوايه. صافي غادي نضيف عليهم البصله. انا ضفت البصله على هذيك البصله اللي كنت خليت في الاول ما قدتنيش، زدت عليها واحد البصيله صغيره على هذا الشكل، قطعتها حتى هي دويورات. انا استعملت الخضاريه، الخضاريه الصراحه البنات كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، ودابا راه موجوده كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، ودغيا كتذوب يعني ما كتشدش مده باش تذوب، دغيا كتذوب كتولي يعني بحال الزبده، كتولي رطبه بزاف فاش كطيب. المهم غادي نحاول نسرح هذيك البصله من فوق ديال اللحم ديالي كامل على هذا الشكل. هذا يمكن لكم كيف ما قلت لكم الا ما متواجدش عندكم البصله الخضر، يمكن لكم تستعملوا بصله حمراء، حيت البصله الحمراء قريبه شويه البصله الخضريه. صافي ومن بعد غادي ناخذ الزبيب. انا هنا خديت واحد الكميه ديال الزبيب، رطبتها واحد شويه واحد 3 دقائق تقريبا في الماء، غير باش تحيد ديك الوسخ ديالو ويرطب واحد شويه. وغادي نحاول نخوي من الفوق، نحاول نوزع واحد شويه. من بعد غادي نضيف عليه واحد جوج ديال الطريفات صغار ديال الحمض المصير. الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ماشي مشكل، يعني ماشي ضروري، انا غير حيت كيعجبني الحمض المصير. صافي وغادي نسد عليه عاوتاني غير بيد ما تذوب ليا البصله ديالي، تقريبا واحد نص ساعه المكانه ما كاملاش، من 25 حتى 30 دقيقه. صافي وغادي نسد عليه كيف ما قلت لكم، ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. وكيف ما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا صراحه. لا في المذاق لا في الشكل ديالو جا زوين بزاف، اللحم جا طيب مزيان، جا طيب على خاطرو، اللحم جافتي بزاف يعني جا رطب حيت طيب على خاطرو، جا محمر، جا واحد اللون زوين. المهم البنات كنتمناكم تجربوا هاد الطاجين حيت الصراحه كيستحق انكم تجربوه، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ومن لي كومونتير، واللي مازال ما مشتركش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس باش توصل باي جديد ديال الفيديوهات ديالي، والى فيديو قادم ان شاء الله.